بما أنه اللعبة في حضنك، يعني في إشي مثل ما قال أبوك؟ قولي لي يا ستي، صار إشي في المستشفى زعلك؟ هو أنا غشيمة عنك؟ يلا احكي، ومش قايمة من هان غير لما تفشي قلبك. بدي أطبخ لك ورق عنب، مش كان نفسك فيه؟ يلا لا تعطليني يا مليحة، ورق العنب بياخد وقت. زفت التين زاهي، الزاهي قال كان عدم الأسامي قبل لا يسموها زاهي، وهي ماشية عبارة عن كتلة حقد بتدفي كل اللي حواليها. هي رجعت تزعلك؟ هي كان بطلت أصلا، أنا اللي كنت مش معبرتها ولا بستعنيها، بس خلص بطلت أقدر أتحملها ولا أتحمل عمايلها. ستي يا قلب ستك، إحنا إمتى بدنا نروح من هون؟ خلص بكفي علينا هون، صارت نوش بكل محل وبطلت أمل. وين بدك نروح يا مليحة؟ وين؟ شو وين بدنا نروح يا ستي؟ بنروح على فلسطين، بنروح على بلدنا، إحنا فلسطينيين. وبعدين بحكوا الدنيا هناك صارت مليحة. مليحة، تتذكري بيتنا بفلسطين يا ستي؟ تتذكري لما كنت صغيرة وعمرك 10 سنين؟ أنا ما بنسى ولا إشي، حتى هاي إذا بتسأليها بتتذكر كل شيء. أنا كل خدش على حيطان بيتنا بتذكر، كل بصمة إيد معلقة على بيبان بيتنا. آخ يا فلسطين، آخ إمتى نرجع؟ إمتى نرجع يا ستي؟ الله كريم يا رب، يا رب ترجعنا على بلادنا يا رب. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.